السلام عليكم، نرجع تاني معكم. الحين نتكلم عن الانرجي يوز ان ترانسبورتيشن، في قطاع المواصلات كيف نستخدمها. الان لو اوف انرجي كونسرفيشن تيلز اس ذات انرجي كان اونلي بي كونفرتد فروم وان فورم تو ذا انذر، بات انرجي از نوت اكزاكتلي كونسوم. In the coming blocks, we will look at energy use in transportation, in building, and in industry. We first will look at the energy use in transportation. There are several modes of transformation powered by different energy sources. حتفرجيكم نماذج مختلفة فيها. The energy conversion process that powers a steam railway engine is different from the electric powered كار. يعني لما نيجي نطلع على، بتذكروا القطارات تبعات البخارية اللي هي بتاخذ الفحم، هذه تقريبا اختفت عن الوجود، فهي مش موجودة يعني، بس احنا بنجيبها كأمثلة. الكيميكال انرجي contained in a coal is the primary fuel used to power these engines اللي بنتكلم عنهم. الآن لو جينا للستيم انجن، الستيم انجن ايش عنده؟ عند الطاقة اللي جاية من الفحم، هذه طاقة كيميائية، بندخلها على المحرقة اللي عندي او الفاير بليس اللي عند الفيرنس. في الفيرنس هاي بتتحول من طاقة كيميائية الى طاقة حرارية. الطاقة الحرارية بندخلها على البيستنز، والموجود تتحول لايش؟ لطاقة ميكانيكية. الطاقة الميكانيكية على المواتير بتتحول لكينيتيك انرجي اللي هي الموشن اللي بتعطيني الحركة. نيجي للجاسولين كار. الجاسولين كار، الجاسولين عبارة عن كيميكال انرجي. الكيميكال انرجي لما ندخلها على البيستنز بتتحول لميكانيكال انرجي، على المواتير بتتحول لطاقة حركية اللي هي كيناتيك انرجي. الان الالكتريكال كار، الكتريك كار في عند الالكتريسيتي اللي هي عبارة عن الكتريكال انرجي، بندخلها على الالكتريكال موتور بتتحول لميكانيكال انرجي، وبندخلها على المواتير او اللي عندي الدينامو بتتحول، والتروس بنحولها لايش؟ لموشن اللي هي كيناتيك انرجي الموجود عندنا. نيجي لابسط شيء، البسكليت. البسكليت انا لما اسوقه ايش بوقع؟ في عندي الفود المخزن في جسمي هو عباره عن كيميكال انرجي. لما انا اعمل سايكلينج ادور البدلات بحولها لميكانيكال انرجي، حسب البداله والتروس بتحول لايش؟ لموشن اللي هي كيناتيك انرجي الموجود عندي. طيب الان بدي اجي اطلع عليها، لو عندي انا سياره، الانرجي يوز في السياره كيف بدي احسبها؟ الانرجي يوز للسياره في عندي عده حسبات لها. اول حاجه في الخارج السياره، في خارج السياره، السياره بدها تروح من نقطه الف، بدها تقطع مسافه من نقطه الف لنقطه باء، يعني between two points. A car has to overcome several forces. الفورسز اللي عندنا، القوة ايش هي؟ المقاومة اللي بدها تواجهها في من الهواء لما تتحرك ضد الهواء. الان المقاومة اللي بدها تواجهها في الاحتكاك مع سطح الارض او الاسفلت اللي عند الفريكشن. بعدين البريكنج فورس، هي ماشية بسرعة بدها اوقفها، هذا بنسميها البريكنج فورس. هذول ثلاثة فورسز جيات وين؟ في العالم الخارجي، يعني خارج السيارة. نيجي نحسبهم هان. طيب الآن الباور required to overcome the air resistance is expressed at، اللي هي الآن الاير ريزيستنس. السيارة بتتحرك، بتعرفوا السيارات التصميم تبعها من الشغلات المهمة، شكل السيارة كيف بيكون. ليش؟ لأنه شكل السيارة كيف بيكون وكيف الواجهة تبعتها بتعطيني الاير ريزيستنس اللي عندنا. دائما بنحب السيارة تبقى فلويد دايناميك، يعني ايش؟ انها هذه المقاومة اقل ما يمكن. فنيجي نطلع عليها، هذه الباور اللي جاية من مقاومة الهواء، ايش بتساوي؟ بتساوي نص في السي دي في الاي في الرو في الفي كيوب. السي دي بنسميه الدراج كوافيشنت اند از ا دايمنشنلس كوانتيتي. الدراج كوافيشنت هذا مع الهواء، وهذه لها قيمة ثابتة بتبقى. الان الاي الافكتيف اريا، الكروس سكشنال اريا اوف ذا فرونت اوف ذا كار ذات فيسز ذا اون كامينج
اير، يعني هذه المقدمة السيارة اللي هي اللي بتواجه المقاومة الهواء، هذه بنسميها ايه، وبنجيبها بالمتر السكوير ميترز. الان الرو اللي هي برتين ذا دنسيتي اوف ذا اير، والفي اللي هي سبيد ات ويش ذا كار از موفينج. سو ذا توتال فاليوم اللي عندي بالسكند بنسميها اي في، هذا ايش الحجم. الان لما نضربها في الدنسيتي بتعطيني ايش الوزن، the total air mass per second بتساوي AV في الايش اللي عندي الرو اللي هي الدنسيتي، والانرجي بير سكند بدي يطلع عندي بدها تساوي، اذا بدي احسبها بالضبط يعني بنفس الحسبه اللي فاتت بدي اختصرها، تساوي نص في الام في الفي سكويرد. هي نفس المعادله تقريبا اللي فوق في هذا المجال، بس بدي اقسمها على الزمن بتعطيني الايش البي. The car also has to overcome the friction between the road and its tire، اللي هي الاسفلت والايش والعجال تبعتها. الفريكشن هذا الباور الناتج على الفريكشن بنسميه بي ار، وبدها تساوي سي ار في الام في الجي في الفي، والسي ار اللي هي بنسميها الرولينج كوفيشنت، والام الماس اوف ا كار، والدي اللي حنستخدمها لاحقا الديستنس. الان هذول بنحطهم بتعطينا الايش ال بتعطيني القوه اللي هي ناتجه عن الفريكشن. الان البريكنج باور بنسميها بي بي، هذه اوف ا موفينج كار از ابزوربد باي ذا بريكس وين دي ار يوزد تو برينج ذا كار تو ا هولت. هذه ايش بتساوي؟ بتساوي نص في الام في الفي كيوبد على الدي. الان التوتال باور بدها تساوي مجموع الثلاثه اللي هي النص في الام في الفي كيوب على دي، زائد السي ار في الام في الجي في الفي، زائد النص في السي دي في الاي في الرو في الفي كيوب. الان نيجي ناخذ اكزامبل، عندي سياره وزنها 1000 كيلو، الافكتيف فرونت اريا اي بدها تساوي 1.5 متر سكوير، السبيد تبعتها في بدها تساوي 20 متر بير سكند او 72 كيلو متر بير اور، الديستنس اللي بدها توقف بدها يعني توقف السياره فيها هاي بدها تساوي بدها تاخذها لتوقف 1000 متر يعني كيلو. الان السي ار بدها تساوي 0.01، السي دي 0.3، والجي اللي هي 9.81 متر بير سكند سكوير، والرو اللي عنده 1.2 كيلوغرام بير متر سكوير. الان لما بدي احسب الباور بحسب الباور لكل واحده، بلاحظ البي بي بدها تساوي 4 كيلو وات، البي ار بتساوي 1.962 كيلو وات، والبي اي بدها تساوي 2.16 كيلو وات. الان لو سرعه السياره نزلتها حتاثر على الثلاثه، لان الثلاثه فيها جاي موجوده، حنلاحظ بتاثر عند البي بي بدها تساوي 0.5، والبي ار بدها تساوي 0.981، والبي اي بدها تساوي 0.27. الان لو رحنا نزلنا يعني خلينا السرعه زي ما هي، بس المسافه عملناها بدل ما هي 1000 15000 متر، بنلاحظ اللي بده يتاثر فيها الوحيده اللي هي البي بي اللي هي بريكنج بوينت، لانه احنا هنا بنقسم على دي فيها. طيب الانرجي يوزد ويذن ذا كار بتختلف، هان هذا كل هيتها هذا اوتسايد ذا كار، ابارت فروم ذا انرجي ريكوايرد تو اوفركم ذا ثري فورسز ذات اوبوز موشن، انرجي از اولسو يوزد ويذن ذا كار. الان تطلع على الافشنسي للانجن، عاده الافشنسي في العشرينات يعني 25% افشنسي تو اوفركم 10 كيلو وات، بيلزمنا قديش؟ نضرب في 4 بدها تعطي بيلزمني 40 كيلو وات must be used. starting up process لأول اللي بنسميها transient أول ما نشتغل، climate control للجو تختلف فيه variation، accessories زي لو أنا بدي أعمل في السيارة مثلا power steering power windows، بدي أحط cruise control، كل هذه بتختلف عندي. The chemical energy needed to travel 100 kilometer per car ranges from 4 كيلو وات اور اب تو 120 كيلو وات اور ديبندنج اون ذا تايب اوف كار اند ذا تيبيكال درايفنج كونديشن، يعني السياره اللي 8 سلندر غير عن السياره الاربعه سلندر غير عن الثلاثه سلندر، هذول كل هيتهم
في الحسبان بدك تاخذهم، والسياره الفولي اوتوميتد غير عن السياره اللي كل شيء فيها مانيوال. الان comparison of the energy spent per passenger for every kilometer traveled using different mode of transportation. نيجي نطلع على الكفاءات، انواع الترانسبورتيشن والكفاءات تبعتها كيلووات بير كيلومتر. الان الباسنجرز سياره الركاب اللي هي السياره الصغيره عندي قديش بتاخذ 0.44 كيلووات اور بير كيلو لكل كيلومتر. الان الباص الكفاءه تبعته اقل، اذا بنلاحظ او بتستهلك طاقه اقل لما اجي اتكلم عليه بالمعايير الموجوده. الان لما اجي هنا بير باسنجر، يعني انا بقسم على عدد الايش المسافرين والكيلومتر، فهذا بتختلف شوي، لان انا مثلا الباص بستهلك اكثر، بس عدد الركاب لما احطه في الحسبان حلاحظ بعطيني نسبة أحسن. الآن اللوكال ترين والترين حلاحظها كام؟ 0.23. أفضل إشي بطلع عليه الانتر سيتي ترين اللي هو القطار اللي داخل المدينة بلاقيه 0.14 اللي بعطيني. الهاي سبيد ترين بعطيني 0.3. اللي عندي أغلى إشي اللي هي الايركرافت تعطيني 0.55 الموجود عندي في هذا المجال. طب لنشوف استخدام السيارات حوالين العالم. بلاحظ مثلا لكل كم سيارة لكل 1000، بلاحظ الأرقام عندي لأمريكا عندي تقريبا 809 سيارة لكل 1000، هولندا 528، بريطانيا 518، يعني أوروبا في هذا الرينج اللي عندي. الآن البرازيل 249، الصين 128، الهند 18 سيارة لكل 1000. احنا يمكن نيجي في هذا قريب يعني بين الصين وبين الهند في هذا المجال. يمكن هذا بدنا نشوف عدد السيارات المسجلة في غزة ونقسمها على عدد السكان لناخذ احصائية فيها. بنلاحظ ككل، يمكن هذا اخر سلايد في الانرجي ترانسبورتيشن، تقريبا ربع الطاقة المستهلكة عالميا بتروح لوين؟ لقطاع الترانسبورتيشن. ناخذ بريك وبنرجع بنتكلم على الانرجي يوزد ان بيلدينج ان شاء الله.